السلام عليكم غزاله ديالي، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال يا رب. اليوم اختي غادي نوجد معاك الفلفله حاره مرقده. تبع معايا الطريقه والمقادير. عندي الفلفله حاره اللي غسلتها وخليتها تقطرات اختي، راني غنقطعها درت هادو باش ما يضرونيش يديا. بسم الله. وكما العاده اختي اللي عجبك الفيديو ما تنسانيش ملي لايك وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتعرفي باش عائله عالم بسيط تكبر اكثر فاكثر ان شاء الله. ونتمنى هاد لي فيديو ديالي بصات يكونوا كينفعوكم واخا غير شويه. المهم البنات هاد الفلفله مرقده هكا الصراحه كتنفع خصوصا الناس اللي كيعجبهم الحار. البنات تقدروا ديروها حتى الفلفله الحلوه راه كتجي زوينه. واختي اللي مشيتي قطعتيها وانت ما دايرهاش لي غون زعما عولي يديك واحد السيمانه وما كيضروك. داكشي علاش انا بغيت ندير لي غون فاش نجي نقطعها. المهم غنبقى غادا هكا حتى نسالي الفكره اللي عندي كامله بتقطع. ورجع معاكم. هنا من بعد ما قطعتها كامله عندي الثومه وديروا لها الثومه كثيره لانها عندي القزبر مقطع الملحة الزيت اختي ديري الزيت اللي يكفي حيت القرعة اللي غديري فيها خص الزيت يكون مغطي. انا هنا غادي نحركها مزيان فاش نبغي نديرها في القرعة غنزيد عليها الزيت لان الزيت خصو يجي مغطي الفلفلة باش ما تضيعش ليها. عرفتي كديريها البنات وكتبقى مدة طويلة بزاف يعني اللي كانت عندك كثيره كتقدر دوز ديك العام والزيت ديالها راه كتقدري تستعمليه في اي حاجه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروه في البيتزا اللي كيبغيو يديروه في ما عرفتش شنو. انا المهم في اي حاجه كيتستعمل غير اللي بانت لك الفلفله بدات كتعرى من الزيت تعاودي تزيديها الزيت. انا هنا من بعد ما خلطتها مزيان غادي نديرها في واحد القرعه ديال الزاج. القرعه خصها تكون كتسد مزيان باش ما لان الا دخل لها الهواء كيخسرها. سمحوا لي البنات حيت حبي كنصور وانا ما كنتش كنصور. انا غادي ندير هاد القرعه عليا الزاج غنعمرها كامله هاد القرعه عليا الزاج ونرجع معاكم. المهم البنات فاش درت هاد القرعه راه زدت عمرتها بالزيت. ها نتوما كتبان لكم الزيت كتهبط هنايا وخصني نزيد فيها الزيت لان كما قلت لكم الزيت خصو يجي هو فوق الفلفله باش الفلفله ما تضيعش لينا. وكنسدوها مزيان باش ما يدخلهاش الريح مزيان. مره مره هي بلا ما ديريها في الثلاجه مره مره كيف ما قلت لك تكون الا كانت هكا رجعيها هكا كدوز واحد المده وكتعاودي تقلبيها هكا. ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.